ها هدوك عايزك يا احسن ما نحلاش حبل وايكم عافاكم والله لا بل فاكم واخوها الجميع واصحاب على كل حال والحوادث يبدأ حدث بين خلق الله وقتل الله مقتل الولد ابن صباري ونجوا بكبارنا وقاداتنا ومشايخنا ومحكمين بحجيمنا وعقائلنا ونزائلنا عندكم يا اصحابنا سمعتوا ولا مع ومحكمين لكم وجلين ما قلتوا علينا وهذا ما عندنا وسلامتكم اسلام نجوا يعني من بدايتها اليوم جاءوا الشيخ بن الحارث برة والشيخ نادي جمعان والشيخ جميل ومجموعة كبيرة كيف أنتم كيف أحوالكم من عميل الحمد لله عرافة كل خير سلامتكم واخوها الجميع واصحابوا على كل حال وإحنا استقبنا واعترضنا موقفكم عن دول أكواهم ورفو أخو صاحب والجوبي أخو صاحب وما في الوسط الله السلامة يجينا في رضاكم وفي سلاكم وما قصره في وجيهنا وأنتم أهل الوفاء وهذا ما عندنا وسلامتكم والتسلام يا شيخ واحنا قلنا علي دول يجدوا الاجر الحاضرين والاجر ذاك بيض الله وشك رضي الله عنك يا اسف الناس الامش ومعنا ثمانية حفا والتعب المروني فتحت على التحقيق وقام بكل واجبه وقال صدري مفتوح واحنا قلنا تشكل هذا من محكمة المستشارين جعل الرئيس المستشارين الاولين الى دور التكريم لرجال السلام في ورشة العمل هذه التي جاءت بعنوان الإسلام ومكافحة العنف الاجتماعي المرحلة الثانية برعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وهذه الفعالية الكبرى التي تنظمها منظمة دار السلام لمكافحة الثأر والعنف ونشر ثقافة التسامح والسلام العالمي بمناسبة الآن أنقلكم إلى كلمة السيدة فلافيا بن سيري الممثلة المقيم لمكتب الأمم المتحدة في بلادنا. Now there are some very obvious logistical reasons why. مرحبا بالأشقاء والأصدقاء في اليمن ومرحبا بكم في صنعاء التي أصبحت اليوم وجودكم عاصمة ووطن الأمل في السلام. نعمل اليوم العالمي لتسامح الإنسان مولد داعية السلام الأول من قال فيه ملك الملوك عظيم العظماء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. هذا الرجل العظيم الذي أهدى الإنسانية معاني قيم الرحمة والتسامح والسلام. منظمة دار السلام كل عام وفي هذه المناسبة تكرر أهم الشخصيات الوطنية هذه لها دور في الشراكة معها في بناء السلام. المنظمة الوطنية المعروفة معالي الأستاذ الدكتور البروفيسور أحمد عبد الملك حمدتي. الشيخ ناجي بن عبد العزيز الشائف شيخ مشائخ اليمن التكريم بدرع السلام لعام 2010 لدوره في حل العديد من النزاعات القبلية ودفع بعض التعويضات. ودعوتنا للحضور منحت منظمة دار السلام بيت السلام في اليمن للتعاون مع المنظمات المدنية بالأمم المتحدة اليوم محافظة إب عبد الواحد صلاح وسام السلام الإنساني للعام الجاري 2016 تعبيرا عن اعتزازها بجهوده الملموسة ودوره الإيجابي تجاه النازحين خلال احتضان المحافظة لهم. كما كرمت إدارة الروضة ومنظمة دار السلام محافظ المحافظة بدرع كبار صناع السلام ومكافحة الثأر والعنف الاجتماعي. الشيخ علي عبد الله دهمش درع السلام من الدرجة الأولى لإحسانه بالعفو عن قاتل ولده
الشهيد نبيل علي دهمش، الشيخ مبخوت نجران من قبائل بني طبيان أسامة السلام لدوره في العفو عن مقتل ابن أخيه. إلى دور التكريم لرجال السلام في ورشة العمل هذه التي جاءت بعنوان الإسلام ومكافحة العنف الاجتماعي المرحلة الثانية.